بالنسبه للعبه كره السله في التوقيت الحالي؟ الكره الطائره، كره الطائره رجال في النادي الاهلي خلال الفترات الاخيره او خلال المواسم الاخيره زي ما بيطلقوا عليها الفريق الماسترز، يعني بمعنى اصح او ادق فريق اللي بيحقق انتصارات وارقام قياسيه على اعلى مستوى، الارقام القياسيه تخطت الارقام المحليه وممكن تكون وصلت كمان لارقام دوليه خلال المرحله القادمه، ده هيكون جزء ومحور في نقاشنا وحديثنا النهارده في برنامج العاب الصالات، في هيمنه وفي سيطره وفي قدره وثقه كبيره جدا لدى رجال طائره الاهلي بالانجازات والانتصارات الاخيره التي تحققت في الاعوام الماضيه، لكن الخبر اللي معايا مش بيتكلم عن انتصار او رقم قياسي، لا الخبر اللي معايا متعلق إن الكابتن محمد مصلحي ميدو المدير الفني لفريق الكرة الطائرة رجال النهاردة كان في إحدى تصريحاته قال إن الفريق عنده طموحات كبيرة جدا رغم كل الانتصارات دي، لكن في طموح إنك تستمر على منصة التتويج وتفضل دايما في المركز الأول في المرحلة القادمة. عندك 4 بطولات هذا الموسم، دايما وأبدا فريق الطائرة رجال في النادي الأهلي بيسعى للفوز بـ4 بطولات وبينافس على الـ4 بطولات حتى الرمق الأخير في نهاية كل بطولة، وفي نهاية الموسم بتكون العلامة الكاملة لهذا الفريق العملاق. كابتن محمد مصلحي أشاد بما قدمه اللاعبين خلال المرحلة الماضية، وخاصة بالشكر 2 من نجوم الفريق محمد عبد المنعم وأحمد قض اللي كان لهم دور مؤثر جدا مع الفريق في المرحلة الماضية. ليه كان لهم دور مؤثر وتحديدا الكابتن مصلحي تحدث عن منعم وعن قض في المرحلة الماضية؟ لأن الفترة الماضية مع بدء الأدوار التمهيدية للبطولة كان في حوالي 9 لعيبة دوليين موجودين في المنتخب الوطني للرجال الكرة الطائرة اللي كان بيشارك في بطولة العالم. نقص الصفوف في النادي الأهلي أو في أي فريق ممكن يؤثر على النتائج أو يؤثر حتى على مكسبك، ممكن تفوز كل مباراة بصعوبة 3-2 3-1، لكن مع ذلك قطب ومنعم مع الولاد ومع اللاعبين اللي كانوا موجودين كان لهم دور مؤثر جدا إن النادي الأهلي يحافظ على سلسلة الانتصارات المتتالية اللي حققها رجال الطائرة خلال الفترة الأخيرة، وده دور كبير جدا ودعم من زملائهم بفضل خبرات قطب ومنعم في المرحلة الحالية، ودور فعال انك كمان بتحافظ على الرقم القياسي الريكورد اللي انت حققته 100 انتصار متتالي. طبعا 2 من النجوم الكبار لما يكونوا موجودين ضمن صفوف الفريق ومعظم اللاعبين الدوليين مش موجودين، هنا بقى دور اللاعب القائد والخبرة مع الجهاز الفني بيبان وقت الشدة، ولذلك الكابتن محمد مصلحي ميدو كان هذا التصريح ليه دور مهم ان هو يتكلم عن دور قطب ومنعم بالنسبة للمرحلة اللي فاتت وكمان المرحلة الجاية، ان نقص الصفوف لكن في وجود 2 من الخبرات زي منعم وقطب النادي الاهلي قدر يحافظ على سلسلة الانتصارات. دايما النادي الاهلي فريق جماعي بيعتمد على كل اللاعبين، وان شاء الله اللي جاي باذن الله هيكون افضل، ومحتاجين كمان نخسر ارقام اكتر واكتر ونوصل لارقام قياسية بالنسبة لفريق الطائرة اللي بيحقق انتصارات لم يسبق لها مثيل بالنسبة لأي فريق سواء في مصر أو حتى في القارة الإفريقية.